يو واتساب الدراري، مرحبا في اول فيديو في شين يوتيوب. دونك قبل ما تبدا الفيديو بغيت نشكر اي واحد دخل الستريم هاد جوج دو سيمين الاخرين وسبورتا. سبيشال ثانكس تو كايزا اوسي اللي بارطاجا اللين ديالي في صباش فيسبوك. كما كتشوفوا لتحت انا كنت داير فولوور جول، كنت ناوي ندير 100 فولوور في شهر. اي قبل 11 اليوم وصلنا ل 100 فولوور، العز. اوسي لكاع الدراري دخلوا ودونيتاو، احمد صابيري، اي ريف اللي كتشوفوا هنا. المهم لاست فولوور شو الدراري بضلعه دي بسيدو كي فولوور العالم. المهم نوريكم ليكيب اللي لعبت بيها. لعبت باغلبيه بديت في الاول ب 4 4 4 3 3، ما عجبتنيش وانا نقلب ل 4 4 2 3 1 هي اللي ارتحيت فيها. 4 2 3 1 في الاول كنت داير بريس اوف شير بوسيشن لوس، كنت لعب بحال هكا خمسه الماتشات الاولين، جاتني اوفونسيف بزاف وكلشي لاعب دروب باك وفهمتي، كان لي زيسباس في الديفونس خاويين وانا ديسيديت انا نلعب دروب باك ولعبت بجوج شرطات ماشي وحده. يلا كنتيستي في شرطه وحده. دونك الانستراكشن بيزيك، ميندي ستي باك، نيلسون ستي باك باش ما يطلعوش، فيدال و سيسوكو او ستي باك. غير هو الفرق سيسوكو كندير ليه كوفر وينغ وفيدال كندير ليه كوفر سنتر، حيت سيسوكو شويه خفيف دونك يقدر يشد الشناب وفيدال كيبقى بلوس في السونتر. هاد الثلاثة القدام كديرهم ستي فورورد حيت بغيت ديمبيلي ولوكاس ديما يبقاو القدام، غريزمان اوسي وسون كندير ليغاتين بيهايند باش نقدر نلعب بيه شويه في لا سيرفاس. دونك هادشي اللي كاين. جيسبيغ تعجبكم الفيديو، خليكم على الهايلايتس ديال الستريم ديال اهم الماتشات ومن بعد نرجعو باش ناناليزيو خمسه الماتشات الاخرين اللي لعبت اوف ستريم. بيس. دونك هذا اول ماتش من ديك خمسه الاخرين. هاد خونا باينه توب 100، نيمار، مبابي، سيسوكو، غريزمان كيلعب مزيان فريمون بوسيسيون، كيدور عليه دور عليه كره مزيان، بينا من الاي دي ديالو تيم تويشي عرفت انا يكون ماتش صعيب. دونك بريمير مي طون بقيت انا كنحاول ندور كره شي، كان هنا لحد كان جيم بلاي خفيف شي سون كيفاش كيقدر يدور وكدا، ولكن زربت في التيره وما لعبتش تايم فينيشين. وسي جاتني محاوله واحده اخرى ديما في 4 2 3 باش مزيان كتقدر تحل في الجنب ديمبيلي، ولكن شوف فان دايك كيبقى تابعني هنا هذا هو المشكل ديال غريزمان، مقريه لعبتو فهمتي، ديما خصك تدور على الكوشيه ومع بحال هاد لي زادفيرسير كيعيقو بيك. انا عاوتاني جاتني اوكازيون لوكاس باق غريزمان، هنا لافوت ديالي كان خصني ندير بورول ونتحط لعند البوط وما كانش خصني نتيري نيشان. فيدال ضيعت كرة في الدقيقة 90 فوت ما خصنيش نديرها. مبابي لغريزمان، شوف هنا مزيان شو شاد زيادة كرة، انا بقيت واقف باش كنتسناه ولكن غريزمان ما فهمتش دار ديك الجيست ودفعت كرة بوحدها وما قدرتش نقرا الجيست. بيان سير الدقيقة 90 كنت ماركات، دونك 19 لوين بقاو لي 4 د الماتشات، دونك خصني نربحهم بربعة الا بغيت نجيب في بغيت نجيب اليت في اول في تشامبيونز. ما خسرت بزاف د الماتشات، السبت كان الجيم بلاي ثقيل لحد سوفيت، لحد كان الجيم بلاي مزيان قدرت نراترابي شويه. انا مع ثلاثه شي ليتات ما قدرتش كاع غريزمان يحطها فوت باق زاها مارك عليا اول بيت. هنا بديت كنقول صافي مشات الي تنخسر اول ماتش، درت ستار باش نبدل الفورماسيون ولا ندير بريسينغ ولا شي حاجه. فيدال دورت كره في الميليو عند غريزي سون هو اللي سوفاني، سون هو احسن جوار في تشامبيونز اللي لعبت به. دونك دور كره خونا دروب باك ضروري تقد دور كره تقدر تخرجها. غريزمان شويه الزهر بام ما زقلهاش واحد لواحد صافي. هنا عرفت خونا ما كانش معلم صراحه، ما كانش عنده شي فرقه هربانه، ما كان كيقصر دونك كان خصي غير ندير شونجمون. مشيت بدلت التاكتيك وقيل حيد دروب باك حيت خونا درت بريسينغ حيت عرفت خونا ما ماشي شي نيفو دونك نقدر نبريسي عليه نقدر نضغط عليه. ومن بعد ماركا عليا وقيل بقيت عاقل كورنر باق ويجنالدو محيدتها ليه رجعت ليه بيت. فيفا 20 هو هذا امر هاد اللعيبه خصهم يدير لهم ميزاجور وما توشيه ديال كتحيد ليه كره كتعرف ترجع ليه فاس فاس. المهم مي كيكون الجيم بلاي خفيف بحال هكا كتقول هاني نقدر نرجع في الماتش فهمتي، الا كنتي معلم على لادفيرسير غير شويه بقى كالم تجيب الماتش. سيسوكو هنايا وقيلا ماركيت كيكوف لا بقيت عاقل سون فيدال صافي. ان عرف راسك هنا انا باقي عاقل هنا اني من غبال ما نتيريهاش، ولكن ما حد عارف كيكوف تيريتها وتماركات، واللي يقول لك ما كيكوف ما كاينش في الجره ما كيعرفش الجو. دونك صافي الدوزيام بديت الدوزيام مي طون سيسوكو ريكوبير لا بال لوكاس غريزمان سون فلاكس. شوف شو الدورات، شوف الجيم بلاي ملي كيكون خفيف،
شوف الجيم بلاي ملي كيكون خفيف كي كنقول لك الدور وهذا الحد السبت امبوسيبل دير بحال بحال ديال اوكازيون الجيم بلاي كيكون ثقيل بزاف دونك جبنا بيلانتي غنماركي ولا ما غنماركيش الا بقيت عاقل ما غنماركيش ما عنديش مع بيلانتيات مازال ما كنقننتهمش بزاف دونك زقلتو كاين هاني عارف راسي معلم على هاد خونا نقدر نربحو في اي حد نقدر نماركي بيلانتيات عندي فيهم مشكل كبير ولكن كورنر قريب جبت صون عيد لسون زدت شويه هنا انا كورنر عمري كنسونطري ديما كنلعبو قريب وكندخل بجوار ميليتا والجريزمان جريزمان درو شي هاد بحال الدورات هادو دراك باك ومن بعد دور جريزمان دابا هاد لادفيرسير كو كان معلم يعرف جريزمان غوشي وغيبقى قاري غوشي ولكن هاد الصات شويه ناقص دونك لوكاس عاوتاني ديما في الجنب ومن بعد كاتين سايد ماكيلي سبين جريزمان لي بام باقا كتصدق ديرها مره واحده كتصدق كروكيطا مازال كتصدق ولكن ما تسباميهمش دونك صافي اون فار 4 لجوج واقيلا باقي عاقل درت ستار رجع دروب باك بديت كندور كره كالميت اللعب شويه الا بغيتي تربح في التشاميز ها هو اللعب صافي وتبقى تلعب على لي كونتر اتاك عاوتاني لوكاس تحبوا نعاود ندخل لكن هذه المره دخل في الجنب باك كريزمان باي باي 5 لجوج لا بقيت عاقل غير كيتي صراحه ما كانش ماتش صعيب ولكن في هذه الخمسه الماتشات الاخرين كاع الماتشات صعاب فهمتي كلشي كيعرف يلعب كلشي باغي يجيب لي وين دونك كلشي كيلعب مريض واغلبيه كيلعب دروب باك دونك هنا بقاو لينا ثلاثه الماتشات خصني نربحهم ثلاثه هذا شت الفرقه حقرته قلت غير لوزانو وباي لاكازيت صافا انه فريقه محترمه ولكن ماشي بحال نيمار مبابي وكذا قلت هذا غيكون ماتش ساهل ما كانش ماتش ساهل جاتني اول اوكازيون بغريزمان فيدال عاوتاني رجعتها لغريزمان دراك هذا من احسن لي جات هو دراك باك هذا العام كيحلك بزاف لي زيسباس سون بام سون ما كيزقلش سون كيعرف غير الشبكه صراحه غنبدل غريزمان هاد السيمانه غناخذ نحاول نجمع نيمار ونبدل الميليو مي ديفونس صراحه هي خصي شي فاران انا درت لا فوت مني لا فوت صراحه دريبل زوين بلا كازيت واحد لواحد ما غطيتش لاكس مزيان وما قريتش الدريبل الاخر صراحه هنا مارك عليا الكيكوف ديالي حيد ليا كره دغيا حيدتها لي انا بلينغلي ترجعات ليه انا باي لي ديك الاخرى تحملش غير كات انسايد حيدتها لي عاوتاني رجعات ليه وجوج لواحد مارك عبيت في الكيكوف ديالي صافي انا كنت كنقول فاك وات ذا فاك شنو واقع ليا لوزانو خونا كيلعب مزيان صراحه كيدريب لي زوين فهمتي كان عيان بقى واقف كنقرا كيدريب لي مزيان دونك هنا سحبني غيدخل ما قدرتش نقراها ضربات في الانجليز ريباوند صافي هنا 3 لواحد كنقول باي باي ايليت اني ما لعبتش السيمانه السيمانه الجايه نجيبها ولكن ملي كيكون الجيم بلاي خفيف ما عمرك تابوندوني حيت لقيتي تماركي بيت راه تماركي 4 دونك حيت لي كره هنايا غريزمان عاوتاني لوكاس بام شي لعب كيفاش ريسبونسيف كدير كروش ماقها بيت هادشي امبوسيبل ديرو نهار السبت ولا ميم الجمعه حتى الجمعه كان الجيم بلاي من الحد كان فريمون الجيم بلاي خفيف صافي هادي الدوزيام مي طون دخلت واقيلا ماركيت الكيكوف الكيكوف ماركيت واقيلا فيدال دخلت كيسحابو غان بورول ماق مشى كنتسنى غريزمان شي كيك واقف كنتسنى غريزمان عطيتها لسون وهادشي باش سون مزيان عندو الويك فوت ماركها بالكوشيه واخا عمرت غير شويه ماركها صافي هنا عرفت الماتش قلت غيولي ماتش ساهل ساعه ماركة عليا هنا سحبني اور جو لعبها لوب ماركة عليا 4 3 حتى كيسحابني الماتش صافي غنقدر نرجع ماركة عليا 4 3 قلت يبدا يدور كره من الدقيقه 50 حتى 70 هو كيدور كره تقريبا حيت لي درت كونستانت بريشر حيت لي كره بميندي هنايا سيسوكو بشويه عليا غريزمان سون كاري اكس بام بالكوشيه عاوتاني الويك فوت ما يمكنش يقراك امبريديكتبل سون دونك انا قلت لكم كاع الماتشات صعاب راه حقرت وانا بفرقه صراحه قلت لوزانو كذا ماتش ايزي صدق كيقصر سون شوف لي دريبل برونغاسيون هادشي هنا زربت كان خصي سوا نزيد شويه ونضربها اغراتير سوا كان خصني نروليها دونك كورنر موراليس كان هو اللي كنبدل بلاصه ديمبيلي مع كيهيا بام كورنر فيدال مليت واحد وانا نتيري شويه الزهر مي ملعوبه لي كورنر صراحه ما عنديش شي تاكتيك غير كنعيط على الجوار وكنتيري نيجا لوزانو عقلت شو شي تعاد ناري هاد البيت اصاحبي شو شحال مره غنقطع لي كوره المهم كيدريب لي ولكن شوف شحال حيت لي مره كوره هالاولى رجعات ليه حتى
الثانية رجعات ليه، شوف الثالثة خرج تير ستيغن وماركا. المهم دقيقة 105 راك عارف ملي كيكون اريد بلس 5 5 5. دونك هنا كنقول عاوتاني كنت باغي نجري الماتش ساعة رجع عليا بتعادل، قلت فاك ما عندي ما ندير. دونك الا بقيت عاقل غنماركي، ما عقلتش واش غنماركي دابا ولا تالخر، يمكن غنماركي دابا وغنضيع الوقت. غريزمان كيكوف لسون ياب. دونك صافي اون فوا ماركيت هاد 6 ل 5 105 درت ستار وقيلا رجعت الدراري دروب باك وان ديبت وبقيت كان جريت الماتش على خاطري. حيت بحال هاد الماتشات لما جريتيش الماتش غت كيما مارك عليا ديك البيت تخربيق، وانت كدير بريشر درت دروب باك و بوزيشن. هادو هو باش تربح ماتشات في تشامبيون صراحة، اما الا بقيتي لاعب على لاطاك راه غتخسر. دونك صافي انت من الدقيقة 116 انا كندور كورة في الجنب، كنحاول ندير ما كنريسكيش كاع لا باس، واخا يبان ليا انت بحال دابا عندي كورة بصون هنايا، واخا بان ليا غريزمان غنرجع الفيدال بشوية عليا، ما كاين لاش الريسكي. الا هو غيبقى لاعب دروب باك ماتش كامل، الا ما بريساش وخد خرج ياخد كورة راه ما غنديرش باس ريسكي كاع. كيما شحال مرة كتوقع ليا انا هادي بنادم كيربحني بحال هكا، ضروري ديرها في ماتشات مزيرين بحال هنا. درت غير اكس وشي شحال مشات بعيدة على فيدال، ضروري فيدال خصني نبدلو سوا ندير كانتي ولا بوكبا. مي فيدال هو اللي رجع كورة ضيعها رجعها ماشي مشكل. دونك هذا شحال بقى ليا من ماتش دابا، بقاو ليا جوج ماتشات خصني نربحهم بجوج الا بقيت عاقل، ولا سوا ثلاثة سوا جوج. المهم بقاو ليا جوج ماتشات خصني نربحهم، بقاو لي جوج ماتشات خصني نربحهم بجوج صراحة. ماتش مزير، انا حقرت التيم، عمركم تحقروا التيم صراحة الدراري، واخا لعبت عليه درت 17 يا هذيك. بقاو لي جوج ماتشات خصني نربحهم بجوج باش نجيب الي ترو. هاد الماتش هو كان صعيب، ماني سون ديمبيلي لوكاس عنده ديفونس واعره، كانتي الميليو كما قلت لكم ديك 10 الماتشات الاخرين ديما كان الا كان عندك ريكورد مزيان ديما كيكونوا صعاب، دونك فريمون خصك تزير. الحمد لله كان الجيم بلاي خفيف كما قلت لكم، لحد قدرت نجري الماتشات ديالي كما بغيت. دونك الشانجمون الوحيد اللي غندير هاد السيمانه هو نيمار بلاصه غريزمان، وغنجيب فاران بلاصه لينغليت، ويلا داروا مزيان في الريورد غادي غنبدل فيدال اوسي وندير شي كانتي. دونك بريمير اوكازيون دور سكور بشويه عليا سون، سكيل موف غريزمان كيكون الجيم بلاي خفيف كيفاش كيقدر يضربها، ضربات في البارة ماشي مشكل صراحه. كان ماتشات هاد الماتشات الاخرين واخا صعاب فهمتي، كان الجيم بلاي زوين كما قلت لكم، وقدرت نلعب على خاطري. ما كنتش مستريمي 20 ماتش الاولين الا بغيتو تفرجوا فيهم حتى هما راكينين في لاشين ديالي تويتش نفس يونس 99 ما بين الاول اس بحال لاشين يوتيوب. غنستريمي اوسي الريوردز نهار الخميس مع ديك 6 7 وك مرحبا باي واحد. ديمبيلي لسون هذا اول واحد وقيلا لعبت ما دايرش دروب باك. شوف سون عطا لوكاس بام، كلشي كيدير دروب باك في تشامبيونز. باش نقول لك بغيتي تلعب بريسيون غتوقع لك كيما وقع على تخونا، يطلعوا لك لي ديفونسور وغن باس بروفوندور وحده القراصيف فاس فاس. دونك كورنير عمري ماركيت كورنير انا ملي بدا الجو، قلا ماركيت واحد شو هو باش كيماركي عليا غير دير لي ديك الشطحه د امتيتي كيجعروني. مي ماشي مشكل كما قلت لكم كيكون اللعب خفيف تقدر ترجع في اي ماتش. لوكاس غريزمان بام شويه سطيح رجعت ليا، قديتها بغريزمان البورول باش تقديت والجول. المهم هو دار لا فوت شويه ديال التسطيح، مي جول ميريتي صراحه. لعبت عليه ماتش كامل البريمير ميتون كامل لعبت عليه صافي كما كتشوفوا بريسا، ولكن درت دروب باك وبقيت راجع للور تجبت لوين. دونك بقى ماتش واحد، وديما ملي كيبقى ماتش لواحد الاليت ديما كنقول غنطيح ضد كريستيانو نيمار، هذا الماتش غنخسر ما فيهاش قليل فين كتكون بقات ليا ماتش سواء الاليت 2 اليت 1 لشي رانك ديما كنخسرو. دونك ما كنتش كاع اوبتيميست كاع على هذا الماتش، كنت كنقول صافي مشات اليت، ولكن بعد كاع هاد الماتشات اللي درنا قلت ما يمكنش تضيع هذا الشيء على والو. دونك كنت كنقول يا ربي غير تجي شي فرقه ما صعيباش فهمتي، او موان غير شي فرقه البريمير ليغ ما يجيش شي كريستيانو فولوور بلاير ادد. هذا وقيلا هذاك اللي ربحتو صيفط ليا ميساج ما رداش، شنو يكون كان كتب ليا جي جي بيان جوي بون ماتش نو فاكين سان اوف ا بيتش. عادي كتوقع.
دونك واخا كاين الفيتنس جليتش ماتش الاخر درت لهم فيتنس زيرو ريسك ماتش الاخر باش نجيب الي واخا نعرف نشري لهم ثلاثه ديال الفيتنس ماتش الاخر عطيه الدراري سيناريو راه واقيلا حطيته في الجروب اللي مفولوي الجروب فيفا ماروك راه شاف باللي شنو وقع في الماتش ليكيب ماشي شي حاجه بريمير ليغ عاديه ديمبيلي راشفورد فاران لينغلي ديفونس واعره بين يدير المهم ستاندرد تيم ماشي شي حاجه مي او موان ايكيطاب ماتشي كيطا دخل الماتش شوف فيدال ريكوبيريتها حيده فيدال هو اكبر مشكل عندي في التيم راشفورد دار ديك حيدتها لي رجعت لي مع صحيح شويه ديال التخربيق ماركا واحد زيرو هانيه الدقيقه 13 ماتش مازال طويل نقدر نرجع في الماتش سيسوكو حيت لي كره رجعت انا لوكاس باقي نعقل على هاد المحاوله مزيان شوف كي مشيت عليه بلوكاس درت الجست مزيان كاري اك دي دوبليت الجول وزقلا ما عنده الويك فوت ناقصه كان خصي واقلا نكونتروليها ونزيد بها ساعة لوكاس زقلا هاو فيدال عاوتاني ريكوبيريت لا بال وداست لي ما بين رجليه حطها لديمبيلي جوج زيرو صافي اون فوا جوج زيرو بديت كنقول فاك مشات اليت باي باي ولكن ترجلوا معايا الدراري لوكاس مورا ماركا 3-0 انا زقل لي بوطو خاوي بالكوشيه هو ماركا ليه هادي بالكوشيه باش تعرفوا السكريبت فاك 3-0 درت ستار باقي عاقل بالثلاث فورماسيون اون فوا كنكون خاسر بفرق ديال جوج كنقلب الكات 1-2-1-2 وكندير بريشر حيت خطه شويه بلوس اوفونسيف ما فيها غير ام دي سي واحد وكندير ديمبيلي في الميليو وكنطلع لوكاس لقدام كنخلي غريزمان ايموسي صون على اليمن الا بقيت عاقل تاكتيك كندير درت كونستانت بريشر 3-0 ما عنديش لو شو وحسيت بلي لادفيرسير ماشي شي ادفيرسير مجهد فهمتي غير زرب عليا وكما شفتو راه غير فود الميليو باش قدر ماركا عليا دوك الدقيقة 58 غيدير واقيلا اون فوت في الميليو غيحيد ليها كورة غنحيدها لي بلوكاس فيدال عطال ديمبيلي سيسوكو كاري اكس بوم بيت دقيقة 60 باقي الكومباك نايس دونك هنا صافي عرفت لادفيرسير غيبدا يدوخ فهمتي مع درت لي كونستانت بريشر بان ليا بدا كيضيع كره بزاف قلت خصي غير نزير وماركي بيوت اللي غيجي لي زوكازيون لي جوني خصني نماركيهم دونك هنا مع الكيكوف حيت لي كره عاوتاني سون لوكاس هادشي باش مزيان كات اندو اندو كتقدر دير لي زون دو مابيل لي زاتاكون وسون هذيك اللي قلت بلوكاس ماركا هو كاري اكس كتدريب لي الجول غير كيبان لك خرج شويه كدير كاري اكس ال1 كيهرب 3-2 دقيقه 65 قلت ليتس جو صافي داخ انا قلت لك كات اندو اندو كونستانت بريشر لكن لادفيرسير ماشي شي حاجه راه تاكلو بها سي سوكو سون شويه الظهر مي كان اورجو هنا فرحت انا قلت دقيقه 70 ليتس جو نط كاع بديت كنغوت ساعه كان اورجو ديموراليزيت انا قلت غيبدا يضيع كره من بعد هادي محاش نقدر نجيب التعادل دقيقه 68 حيت لي كره شي كونستانت بريشر كيفاش كيقدروا يخرجوا اللعابه الا ما كانش هو كيقدر يخرج كره دغيا سون جيست لوكاس بام 3-3 نايس كامباك عاتي راه فريمون كنت مخلوع هذا الماتش كما قلت لك لادفيرسير ماشي مجهد مي غير السيركونستانس ديال الماتش وكيفاش هو زرب عليا في الاول ما قدرتش نرجع من 3-0 دونك هنا 3-3 باقي ناقل صافي قلت هنا غنحيد كونستانت بريشر غنرجع التاكتيك ديالي العاديه ندير بريشر اون بوزيشن لوس ما عقلتش درت دروب باك ولا بوزيشن لوس اون بوزيشن لوس صافي قديت دخلت موراليس بلاص ديمبيلي في الميليو مع طويل وصحيح وقلت صافي دابا رجع اللعبي عادي ندور كره على خاطري ونقدر نجيب الروح دونك هنا مشينا حتى البرونغاسيون فيدال باق لوكاس دراك باك عطيتها لسون شعله زقله درت لو جيست بارفي بصراحه هادي ما كان عندي ما ندير درت داكشي اللي كان خصني ندير 120 ونص جاتني اوكازيون عطيتها لسون هنا في الاخر كان خصني نحط الكريزمان الفوق ساعه بقيت كنعجن في كره عطيتها رجعتها لفيدال بلاص مانتيري اوسي فهمتي فريمون في الاخر خربقتها ديال بصح دونك بيلانتيات وانا ما كنعرفش نتيري بيلانتيات خسرت شي جوج ماتشات بيلانتيات هاد السيمانه قلت نو واي غادي نجيب هاد اليت هادي صافي بيلانتي الاول ليتس جو زغلو حبسو تير ستيغن ميتا انا ما عنديش مع بيلانتيات مزيان حطيتها على اليسر تبعها شي مرات كنبدل الديريكسيون مع كي هذيك اللعيبه ديال الراس كيمشي لفين قنتيها هاد بعدا غيمشي على اليسر قلبها على اليمن زرابيه ماركا البيلانتي الاول وانا مازال ما ماركيتش بيلانتي قلت فاك صافي مشيت سون ماركا حتى انا 1-1
بيلانتيات ما كنضربهمش كاع مزيان ميم با كيتقنتو مزيان فريمون يلاه كنماركهم الوسط و الا مشى ديريكسيون انا مشي ديريكت هو كيتيرهم مزيان وت الحرام انا تيرا هاد البيلانتي قلت صافي فاك خسرت بيلانتي الوسط والله الا بالدعاوي هاد الماتش بالله حتى انا ماركيت ما قلت غيتبع شي جهه انا ما قلتش واش حبسها لي نايس مشيت على اليمين ومن بعد تلاحيت على اليسار انا قلت هادي هي لوكازيون قلت بيلانتي ما خصنيش نزقل هادي بغريزمان ولكن ود الحرام وقيل لحب لا ماركيتها دوك بقى بيلانتي واحد سيسوكو ماركا ود الحرام وبقى لي هاد البيلانتي انا الى ماركيتو انا بسيسوكو الى ماركيتو الي التروا ضربتها على اليسار اللي ليها ليها جي جيز صراحة ما زوين البيلونت في تشامبيونز كامل ما راديش على إيلي التروا لعبت حسن صراحة السبت خسرت بزاف د الماتشات بيلانتيات خسرت ماتشات مخربق لعبت مزيان صراحة هاد السيمانة مي مازال خصني ندير شي لعيبات في ليكيب نعرف نجري الجيم بلاي تقيل وان شاء الله نحاولوا نبوشيو الإيليت دو إيليت ان علاش لا توب 100 هاد العام نقادو الفرقة ويكون خير مهم هادو هادو ما خصت الماتشات الاخرين اللي لعبت في تشامبيونز كنت باغي نجيب حتى الماتشات الاولين ولكن قلتها طول الفيديو بزاف دونك غير الماتشات الاخرين حتى السيمانه الجايه تنتعلم المونتي لي فيديو مزيان وديك الشيء وندير فيديو طويله ديال الهايلايتس ديال الستريم وكذا وديك الساعه نبدا نابلود اكثر بلاير ريفيوز نبدا ندير درافتات فهمتي المهم على ما نقاد البروغرام ديالي مزيان حد الان كنستريمي تقريبا كل نهار في تويتش ديالي بحال كما قلت يوتيوب يونس 99 ما بين الاو الاس راه غنستريمي ريوردز ديال اليت وشي ريوردز ديال لي فيورز نهار الخميس دونك لا بغيتو تفرجوا في الريوردز اوسي دخلوا لاشين تويتش تابوناو اليوتيوب فولوو لاشين تويتش وديروا جيم في لا فيديو اللي عجبتكم المهم اول فيديو ما عرفتش كنقول غير كندخل نخرج في الهضره اليت تروا مهم ماشي شي حاجه ماشي احسن رانك جبت مي كما قلت لكم لعبت مزيان نقدر نجيب اكثر ما ضيعت ماتشات ساهله مهم كما قلت لكم الدراري thanks for the support من الاول دراري اللي كيدخلوا للستريم جوج سيمانات وصلنا ل 120 فولوور شكرا بزاف و تهلاو فراسكم peace